شعب بحيث أنا هو رئيس كوميشيني. رئيس رئيس على روحك يا بابا، من اليوم أنا وليد رئيس الحكومة، فهمت؟ يا والله وإحنا عملة وعملت بديك يا نجي. إيش كون الرئيس في مشيت دي زامة يا دوحة دوحة، هيا خرج عايش مريتي زامة مخبية مش تعمل لي سوربريز، فهمت؟ الله هيا يا فتحية دوحة مريتي الغالية. فهمت الله تروى وكذا. وين فتحية؟ واصل نياجي خرفت تحكي وحدك، جاتني ابو جوجه فهمت الله. يا اخي فينا فتحية؟ سنياجي فتحية تعركت انا وياه باثل ضربوها. شد فديك الماست فهمت الله، نحكي بجدي فينا مرتي؟ يا قلت بفمك بامي عينك، مرتك مش مرتي، دونك ما تضيع ليش وقتي، عندي ارتباطات يا اخي. عندي ارتباطات يا اخي؟ ليش تيدي وقتش تعلمت انتقى كلمة ارتباطات فهمت الله؟ وشنو ما الارتباطات اللي عندك يا سيدي؟ من الاخر مدام فتحية اللي هي مرتك مش مرتي كلفتني بقضيات مهمة. هاي بي اسكت اسكت، ما تقوليش هاني مش نعمل رؤية ما في باليش. هاني غمض ثانية ديما ما في بالك بشي سنياجي انتي. هيا بيبي اخرج امشي اقضي القضيات المهمين اللي قالك عليهم توحى، ورد بالك تنسى حاجة عادة نعمل لك كيستيونير راو. كنت تنسى قضية من القضيات اللي وصلت املك، شكون يعرف الدنيا يطلع شكل بدار. بيبي سنياجي يا يا توتاكو زعما شنو حضرت لي فتحية في عيد ميلادي فهمت الله؟ عزيزتي مصبيح من يشوني وتعمل في التحضيرات اللازمة، صح عليك يا ناجي خذيت وربحت. شبيك عيد ميلاد رئيس الجمهورية راو، تو تدن الشوارع والنخل والكراهب كالعادة تدن معهم، ويخرجوا جماعة من المدارس يزفقوا علمات ويحيا سيد الرئيس. يا رئيس يا حامينا الله لا تنحيك علينا، اعملها ومهمة كي الاخرى كي يا ناجي. هابي بيرثدي تو يو فتحية وزعت اليويو، الشعب الكل يعيط فهمت الله ويديهم بالعسل. هو تو كان نقول له تعمل حيد بالعسل وحيد بالسكر محور مش خير هكا باش الشعب ينوى. زعما تعمل لي ديديكاس في الراديو فهمت الله. سي نجس خيالك ياسر يسرح بيك فهمت الله، شويه وتحل انت تغني يا مريتي اللي انت عارفه حكايتي فهمت الله. دمجت في شعري هكا كي اليسا سي، ما عندي شعر ما عندي الحب دي شبه اليسا فهمت الله. هذاك التليفون اطلبها نشوفها وين اليسا. فتحيه ايواه راهو حتى من نمروها نحبو كي بدنا كومبوزي في نمروها، ثمانية نحس ثمانية قلبات في قلبي، اثنين نحس هكا عامين انا وياها. وي يا عزيزي شو كيفاش تقول فيها؟ يا دوحة فينك وكذا فهمت الله؟ يا عزيزي والله والله غاطسة في الخدمة، وسيدة عندي المهمة الرسمية نحضر فيها من الصباح. بيبي يا دوحة حضر حضر او مش نعمل روحي ما في بالي، شاني سكرت اذنيها حتى عينيها كسكرتهم فهمت الله غمضتهم. نيجي مو لازمني ناخو موافقتك كرئيس جمهورية. يا دوحة يا دوحة موافق انا رئيس جمهورية قلبك كل اللي تعمله مبروك فهمت الله. هيا كوكو ونخليك لك عمورك، خلي نمشي نحضر روحي حتى انا راه ماليش في بالك. يمي مسافرة وبعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. امي مسافرة وانا بعمل حفلة، امي اخر مرة سافرت مشيت المحط الواجهات طفيلة. واسن ياجي تيجي شبت لك سيربريز. لا اليوم انا عارف فهمت الله كلكم مش تفرحوا بيا. شو شنو جبت لك سنياجي؟ بابي بشو انا بابي بشو عارف فهمت الله، مثال السهل جيت في كونت فهمت الله وكذا. لا سنياجي اتشمش في الريحة، هذاك ورق معطر بابيي بارفيموري تيعطيه في المطارات. يا والله مرسي بوجو جمشيت للمطار باش يجيب لي فهمت الله، ما عنديش واحدة اخرى. يا لا سنياجي ما شاء الله في الرطور تاون جيب لك. لا دوري شنو فهمت الله، خليش لي توال مش تلعب اليوم يا ومصر. يا ربي يا مرطور يا سنياجي، ما اخي نمشي جيب مدام فتحية كي ترجع مالا فوياج ينزل واحدة اخرى بابيي. في فين مشيت فتحية يا اخي وانا فوياج تحكي علي وكذا؟ ايه يا سنياجي ما هو مدام فتحية مشيت في بعثة دبلوماسية لبرلين. هي ولا وين؟ هي انت عاك في القصر يا سنياجي. يا اخي ناسين اليوم عيد ميلادي فهمت الله وكذا. سنياجي انت اليوم عيد ميلادك؟ كيما عيد وفادي فهمت الله. يا سنياجي عيد ميلادك تحتفل بيه؟ صريح المهمة الرسمية مش عيد ميلادي فهمت الله. ناري عليك يا ناجي فهمت الله. اي نعتبره عيد ميلادك هذا جاء في سنة كبيسة فهمت الله. الشعب بحيث انا هو رئيسكم الجديد.
فهمت؟ يا والله وحلى عملة وعملت بديك يا ناجي. إيش كون الرئيس؟